توسيع تدريس اللغة الأمازيغية، توسيع تدريس اللغة الإنجليزية للخامسة ابتدائي، توسيع استعمال اللوحات الإلكترونية إلى مدارس ابتدائية أخرى، تطبيق أحكام المرسوم المحدد لشروط وإجراء اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة مع مراقبتها، ترقية وتفعيل الرياضة المدرسية في المؤسسات التعليمية، تعزيز تدريس مادة المعلوماتية بتوفير التأطير المتخصص في المتوسط والثانوي. هي جملة المستجدات التي ستطبع الدخول المدرسي 2024-2025، ونجاحها لن يتأتى إلا بتطبيق تلك العمليات الإدارية التربوية والبيداغوجية. وزارة التربية الوطنية وعن طريق مصالحها المركزية والمحلية تراهن على تحقيق هذه العمليات مع تجسيدها قبل الدخول المدرسي لضمان نجاحه وهدوئه.